كثرة الأقاويل حول خطورة فيروس كورونا على المرأة الحامل، لهيك جمعنا لكم بهاي الفقرة كل الحقائق العلمية حتى الآن. المرأة الحامل بتكون مناعتها أضعف بقليل من الأشخاص العاديين، ولكن تكاثر الكريات البيضاء لديها يساعد جداً في محاربة الفيروس، والفيتامينات اللي بتتناولها يومياً بتساعد بشكل خفيف بمحاربة فيروس كورونا، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها. ما في أي دراسات حتى هاي اللحظة بتدل على أنه المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، لكن على المرأة الحامل تفادي الاختلاط الاجتماعي والتعقيم باستمرار كغيرها من الأشخاص للحماية من الفيروس والاهتمام بتغذية سليمة. أما عن موضوع استنشاق المعقمات فهالشي ما بيأثر على المرأة الحامل أو الجنين، أما عن علاج المرأة الحامل في حال إصابتها بالفيروس فبيتم علاج المرأة الحامل كغيرها من المصابين بالفيروس عبر تخفيض الحرارة. وأخيراً دراسات عدة بتثبت انتقال الفيروس من الأم للجنين، ولكن في حالات نادرة جداً قد تتعرض للإجهاض أو الولادة المبكرة. كم يعيش فيروس كورونا على الأسطح؟ عند السعال تتطاير جزيئات الفيروس من الرذاذ لمسافة ما بتتعدى 4 أمتار كحد أقصى. في حالات نادرة قد تستقر جزيئات الفيروس في الهواء وتعيش هناك لمدة لا تتجاوز 45 دقيقة. يعيش الفيروس على البشرة بضع دقائق فقط. يعيش على الملابس والأقنعة حوالي 12 ساعة. يعيش على الأسطح الخشبية لمدة 4 أيام. يعيش على الورق بين 4 و5 أيام. يعيش على الزجاج والمعدن لمدة لا تتجاوز 5 أيام. يعيش على البلاستيك من 6 إلى 9 أيام. نصائح لمصابي الكورونا المعزولين منزلياً وأسرتهم. هذه النصائح يجب اتباعها لمدة 14 يوماً من تاريخ آخر اختلاط مباشر أو غير مباشر مع الحالات التي تثبت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد. عدم خروج الشخص المخالط من المنزل طوال فترة العزل المنزلي. تخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوئة وتجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية. عدم التنقل كثيراً من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر. يجب على المصاب ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات. تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات. ضرورة غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي. على الشخص الذي يخضع للعزل المنزلي تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، اتباع نظام غذائي متوازن، ضرورة عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة، عدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية، وضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول، وإذا ظهرت عليه أعراض صعوبة في التنفس أو إسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم يجب الاتصال بالخط الساخن أو التوجه إلى أقرب مستشفى فوراً لإجراء التحاليل اللازمة.